الصورة الأولى اللي معانا النهاردة للطفل الوحيد اللي نجا من العيلة اللي ضربتها اللي ضربها طيران الجيش المصري بالخطأ أمس. ده الطفل الوحيد اللي نجا من هذه الأسرة المنكوبة. ربنا يتغمدهم برحمته ويهيئ له من أمره رشدة ويهيئ له اللي ياخد بإيده ويعتني بيه. الوحيد اللي نجا من الأسرة المنكوبة بالأمس في سينا هو الطفل ده. ولحد اللحظة أكتر من 24 ساعة عدت، لا المتحدث العسكري اعتذر ولا حد من الجيش أبدى ندمه وأسفه. ولله الأمر، بل العميل الصهيوني النهاردة بيقول لك نجحنا في أمن سينا. جثامين حادث التفاح، عطية حميد، محمد سلمان، صالحة سلمان، محمد سالم، محمد عطية حميد سلمان، نجوى عطية حميد سلمان، نجلاء عطية حميد سلمان، عبد الله عطية حميد سلمان، إسراء عطية حميد سلمان، سعيد عطية حميد سلمان، شريف عطية حميد سلمان. ألف رحمة ونور على كل شهداء عيلة حميد سلمان، ربنا يرحمهم ويتقبلهم شهداء ويجمعنا بهم في الفردوس الأعلى ويرحم من بقي. هذا الطفل الوحيد من عيلة حميد سلمان، الله يرحمهم ويجعل مثواهم الفردوس الأعلى. تحيا مصر. العميل الصهيوني بيقول لك مصر عرت دارها وكتفها، خسئة أينما حل. مصر اللي قدمت آلاف مؤلفة من الشهداء في الحرب والثورة عشان تبقى حرة لا تستحق أن تهان هذه المهانة. لعنة الله على الخائنين. لما البلد كشفت ظهرها، البلد كشفت ظهرها، وأنا آسف، وعرت كتفها وعرت كتفها وعرت كتفها، فأي حاجة تتعمل بقى. أنتوا بعتوا الأرض بفسق بناس في ميدان الدنيا، فكيتوا البسق، بانت وش وصدر بطن وظهر، ماتت والريحة سبقت طلعت أنفس. وإحنا أولاد الكلب الشعب، احنا بتوع الاجمل وطريق الصعب والضرب ببوز الجزمه وبسن. ارحل بقى يا سيسي، ارحمنا، خرجنا اهو، خرجنا اهو. السيسي عرى مصر، ده الهاشتاج اللي بدأ قبل هذه الحلقة وبدأ حضراتكم جميعا تكرما بالمشاركة فيه، وهنتابع تلك المشاركات طيلة الحلقة. بدعوكم في هذا اليوم الذي شهد هرتلة غير مسبوقة وانحطاط غير مسبوق من العميل الصهيوني، والذي يكابر رغم لعنة الدم التي تحيط برقبة البلاد، لعنة الدم ولعنة المية المهدرة والأرض المفرط في عرضها، رغم كل تلك اللعنات يكابر وبيرمي العيب على ثورة يناير. بدعوكم لحرق صور السيسي في كل مكان، في كل مكان. اللي مش قادر يحرق الصورة يكتب ورقة عليها اسمه ويحرقه. أقل حاجة نقدر نعملها في هذا اليوم اللي تونس العزيزة والغالية بتحتفل بقيس سعيد رئيسا لتونس في هذا المشهد الاستثنائي. هنستقبل كل فيديوهاتكم لحرق صور العميل الصهيوني النجس الذي يحكم هذه البلاد. النهاردة انفرادات جديدة من داخل تلفزيونات جيش الاحتلال ذات نفسها، كل يوم بتتكشف خيانة سد النهضة تحديدا رويدة. النهاردة مشهد مهم في تونس، العميل الصهيوني بيقول كده في مشهد في تونس، اكتساح المرشح الرئاسي قيس سعيد اللي أصبح الرئيس الجمهوري الثالث للجمهورية التونسية بعد الثورة. الرئيس اللي اكتسح النهاردة الانتخابات أمام نبيل القروي وفاز بنسبة مذهلة اقتربت من 77% حسب النتائج
شبه النهائية. قيس سعيد يكتسح والشعب التونسي الرائع في فرحة ما بعديها فرحة. كل المواطنين والمواطنات شكرا للذي انتخبني وشكرا للذي لم ينتخبني، شكرا لأحرار تونس ولحرائرها من أعماق الأعماق، شكرا لكم أنكم يا شعب تونس العظيم في كل مكان هنا في هذه الأرض العزيزة وفي الخارج. شكرا للشباب وللشيوخ وحتى للأطفال الذين فتحوا صفحة جديدة في التاريخ، شكرا لهم على تشوفهم للحرية. أنكم يا شعب تونس العظيم اليوم أعطيتم درسا للعالم كله. صدق قيس سعيد اللي عليه حمل تنوء بحمله الجبال، ربنا يكون معاه فيه. اليوم الشعب التونسي ادى الدرس في نفس التوقيت، وللمفارقة الأليمة العميل الصهيوني بيدي درس كاذب وحقير. فمصر بإذن الله محفوظة من ربيها، لن تتعرى لا بالأمس ولا باليوم ولا غدا بهذا الشعب الحر اللي قدم آلاف الشهداء. ده احنا بنحتفل بنصر أكتوبر، بلد ايه بتتعرى بتقدم شهداء سنة ورا سنة جيل ورا جيل. مصر الثورة اللي دفعت عشرات الآلاف من الشهداء ومئات الآلاف من المعتقلين والأسرى والمهجرين، لن تتعرى أبدا. الشعب التونسي يحتفل الآن بفوز قيس سعيد، ليهم ألف تحية، صح عليكم، ألف مبروك لتونس شعبا وأرضا. قيس سعيد ينتظر حمل تنوء به الجبال، لما لا؟ ليس داخليا فقط، بل ان تصريحاته باعتبار الصهاينة اعداء، هذه التصريحات الواضحة والتي ليس فيها مواربة ستجمع على حربه قوى الشر العربية العفنة.